السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. استمر الأستاذ مالك بن نبي في عمله الذي أسند إليه كمدير التعليم العالي مجتهدا مثابرا إلى أن وقع انقلاب 19 جوان 1965، أين تم عزل الرئيس أحمد بن بلة من منصبه كأول رئيس للجزائر بعد الاستقلال واستخلافه بمجلس الثورة تحت قيادة هواري بومدين. أيها الشعب الكريم، لقد تألف مجلس للثورة وقد اتخذ هذا المجلس جميع التدابير والاحتياطات لضمان النظام وحماية الأمن والسهر على سير المؤسسات القائمة والمرافق العامة. وعندها تم الإعلان عن الحكومة الجديدة ليواجه مالك بن نبي في عمله عهدا جديدا، حيث تم تعيين أحمد طالب الإبراهيمي وزيرا للتربية الوطنية ويصبح المسؤول المباشر عليه. ثم لم تطل الأيام حتى أصبحت العلاقة بينهما تتسم بالجفاء والفتور. ذكر الأستاذ مالك بن نبي في ورقات مذكراته: في صباح الثالث أوت 1965 اتصل بي هاتفيا سكرتير الوزير ليبلغني أن الوزير يريد أن يلتقي بي. دخلت إليه فأبلغني رسائل ذات صلة بالتعليم العالي، ثم حدثني عن السكن وعن السيارة، وأضاف قائلا: بتاريخ 19 جانفي 1966 أعلمني الوزير أنه وجد شخصا يحل محلي في إدارة التعليم العالي، وكان ذلك الشخص هو عبد الحميد مهري. على كل حال كنت كتبت في هذا وتكلمت مع الأستاذ أحمد طالب، هو كان وزيرا في ذلك الوقت التربية والتعليم. يبدو الله أعلم ماذا حدث بينهما أو جهات أخرى جعلت أحمد طالب يستغني عنه، ينهي عمله، ولكن أحمد طالب يقول هو الذي طلب الاستقالة ليتفرغ للبحث العلمي. ذكر أحمد طالب في مذكراته: أما إدارة التعليم فقد وجدت على رأسها مالك بن نبي، وقد بدا لي أمرا غريبا أن مفكرا في مثل مستواه يوجد محصورا في مهام إدارية مرهقة. وخلال الاجتماعات الأسبوعية مع المديرين كان يبدو كأنه يتخبط في مشاكل المقرات والبرامج والصراعات بين العمداء، بالإضافة إلى أعباء التنقلات التي يتطلبها إنشاء جامعة وهران وإطلاق جامعة قسنطينة. انتهى به الأمر إلى أن يشكو عدة مرات من أنه لم يعد يجد الوقت الكافي لكي يستخدم فكره، إذ من فك يكرر قائلا: الإدارة تقتل التفكير. بل إنه اقترح علي يوم 19 جانفي 1966 أن يكون عبد الحميد مهري خليفة له. سواء قالها سي مالك بن نبي أو تقولها عليه أن أحمد طالب أقاله، وقامت الدنيا إذا أقاله أحمد طالب. أنا لا أدافع لا أحمد طالب ولا ذلك، هذا مسؤول رأى أن شخصا ما يمكنش مثلا لا نستطيع أن أتعامل معه، يقول له أنني ملا عمر بن الخطاب زقت عليه لما أقال سيدنا خالد بن الوليد. هو مالك بن نبي الله يرحمه نفسه كان يشكو من العمل الإداري، هو مفكر وفعلا هذا مرة ما كانش نشاف، وهذا تريسيتي انقطع في المكان والطابلة كذا، وثم الجزائر بدأت المعركة نتاع بناء جامعة وهران وجامعة قسنطينة، وباعتباره مدير الجامعة نتاع الجزائر هي التي كانت تتابع اشغال الجامعتين. ذكر أحمد طالب في مذكراته: وخلال صائفة 1966 عرضت على مالك بن نبي منصب مستشار تقني يمكنه من مواصلة التمتع بنفس الامتيازات ويجنبه العوائق الإدارية، وظننت أنني أحسن الصنع معه ومع الجزائر والعالم الإسلامي. ولكن عندما تم تعيين خلفه عبر عن انتعاضه، وتفاديا لأي حساسية من جانبه تدخلت لدى بومدين لكي أحصل له على منصب مستشار في الرئاسة، وهو المنصب الذي كان في نظري يلائم قامته الفكرية، ولكن محاولتي باءت بالفشل. والذي أعرفه أن الدكتور أحمد طالب اقترح على السيد
هواري بومدين على الرئيس بومدين أن يأخذ أو أن يضم سي مالك بن نبي رحمه الله إلى إلى الرئاسة كمستشار في الرئاسة. بطبيعة الحال كانت له سيارة أخذت منه، أما الراتب لا أعلم، لكنه كان في حالة حزن من هذا الوضع. قال لك نحلوا المرتب، ما عندوش الحق أحمد طالب ولا غير أحمد طالب ينحي مرتب الموظف، ينحيلو المرتب الذي كان يتقاضاه كمدير للتعليم العالي ما دام ما عادش في هذه الوظيفة. نحى أرجع للإطار اللي كان فيه مثلا أي إطار تولي المرتب نتاعو. مالك بن نبي كان يجد معوقات حتى من أقرب الناس إلى رجال الثورة، ومن بين أبسط الأشياء أن الرجل كان قد سعى واحد من الشخصيات من أجل طرده من مسكنه، وهذه طبعا أنت تصور ما مفكر في حجم ومكانة الأستاذ مالك بن نبي يطرد من بيته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.